بعد قضاء 3 سنوات من الجحد والمثابرة، فإن معهد تدريب عمال الصحة والشؤون الاجتماعية بقاسي يحتفل بتخريج الدفعة 8 للقسم العربي، والتي سميت بدفعة المرحوم سيد وياع، والبالغ عددهم 21 خريج وخريجة في مجال التمريض العام. بدأ الحفل بكلمة شكر وعرفان قدمها أحد الخريجين للمعلمين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل تعليمهم طيلة فترة الدراسة بالمعهد. أمينة الدولة في الصحة العامة والوقاية زينب بشير موسى طلبت من المحتفى بهم تطبيق ما تلقوه على أرض الواقع، لأن البلاد بحاجة إلى الكادر الصحي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. كما تعلمون تمر البلاد حاليا بفترة انتقالية، تولي محورها الرئيسية الاهتمام الكامل للنظام الصحي، كما يوفر الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو الوسائل اللازمة لضمان الرعاية. أنتهز هذه الفرصة لأوصي أبنائي الخريجين المحتفى بهم إلى الاحتراف وحب هذه المهنة النبيلة التي تتطلب منكم الصبر والإنسانية. رئيس مجلس إدارة مجموعة معهد تدريب عمال الصحة أنديل جوتو أوضح بأن الكلية قامت بتخريج العديد من الطلاب، فضلاً عن تدريب فنيين في مجال الصحة والممرضات والقابلات المعتمدات في مختلف المراكز الصحية للدولة، وذلك من أجل تحسين الجودة في تطوير الخدمات الاجتماعية ورعاية المرضى. وفي هذا الشأن تبقى اللحظة المنتظرة، وهي اللحظة الأخيرة من الحفل، ليبقى تكريم المعلمين والطلاب الذي أعطى الحفل رونقا وجمالا في نفوس الخريجين.